كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي بنسمعها كثير حولنا: ترى أنا نويت أبدأ رجيم بس من بكرة، أنا حوفر وأجمع فلوس لكن من الراتب الجاي، وأنا راح أبطل تدخين بس مو الآن، بعد رمضان إن شاء الله. للأسف التسويف صار عندنا عادة، خصوصا لما يكون مرتبط بشيء ما نحب نسويه حتى لو كانت في مصلحتنا، لأن النفس البشرية تحس بثقل المهمة فتهرب منها بالتسويف بدل الرفض عشان اللوم يكون شوية أقل. فمن حلولها التدرج، يعني تقسيم المهمة الكبيرة لأجزاء صغيرة وتبدأها الآن. توقف شرب غازيات فورا، تدخن حبتين بدل بكت، تجمع 500 ريال على جنب نهاية الشهر، وقتها راح تحس بفرحة الإنجاز وتستمر للي بعدها. وقبل شيء أهم هي الإرادة، لأن الحكمة تقول إذا لم تبدأ الآن فلن تبدأ أبدا. أنا بديت ونحفت. هذه كلمتين من أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.